التعليم. ما أي هو علشان نعمل ده لازم يبقى في عندنا تعليم وثقافة صح مهمة. هو الحقيقة بعيدا عن الانتقادات، يعني مش عايزة انتقد ولا اقول ولا نقول الاداء شكله ايه، الحقيقة انا عايزة اخرج عن الدايرة دي، بس عايزة اخرج عن الدايرة دي بمفهوم كده اللي هو احنا نعمل ايه علشان يبقى عندنا تعليم قوي. روشتة العلاج، لان الحقيقة انا شخصيا لما بقعد اشوف كده منظومة التعليم اللي هو تلاقي نفسك غرقت كم مشاكل، وتلاقي عايز تحسن المعلم فتخبط في الموارد، عايز تحسن الكتاب فالمنهج، فتخبط في الطلاب والتكدس فتخبط في زيادة سكانية، يعني مشكلة شائكة. صحيح، لكن في النهاية هي هامة مش هامة، هي الأهم. وهي الأهم. صحيح. مش عارفة، نهرو سنة 58 كان في خطاب عام للشعب الهندي بيقول له، بيقول للناس يعني نحن دولة فقيرة جدا لدرجة أننا يجب أن ننفق على التعليم بسخاء. شفتي العبقرية؟ اتنين، أنت أمامك اختيارات. التعليم هل هو اختيار سياسي وتنموي ولا لا؟ لو كان يبقى لما احطه بجانب حاجات تانية هو يبقى الاول. كويس. جوه التعليم بقى لو مواردك مش كافية عندك اختيار، تنفقي الموارد دي بالعرض على كل حاجة وما تحققيش حاجة، ولا تعملي حجم حرك فعال من الانجاز يخلي الناس تصدق وتثق انه ممكن. ده انت محافظة واحدة من محافظاتك الصغيرة، اينا ولا الاسماعيلية ولا فيوم، قد دولة من دول الخليج واكبر. صحيح. صح. يعني ما ينفعش اقارن مصر بده، ده انا اقارن بمحافظة من المحافظات. هل الفكر اللي احنا بنتكلم عليه ده يستدعي اتخاذ اولويات وقرارات قد تكون ما هياش مقبولة جماهيريا؟ يعني أنا لو عندي، لو عندك 100 كمبيوتر وأنت عايزة طلبة يطلعوا بيعرفوا ديجيتال، تديهم ل100 طالب ولا توزعيهم على 200 مدرسة يبقى كل مدرسة فيها نص كمبيوتر؟ ده اختيار. احنا اختيارنا ايه؟ صحيح ما فيهوش عدالة انك انت تطلعي 100 واحد على احسن مستوى، انا لسه كنت هسأل عن العداء. مفيش عداله. مفيش عداله. لكن في نفس الوقت لو ما عملتيش كده انت ما حققتيش ولا حاجه خالص، انت كل بقى ما عندوش. فانا وجهه نظري ان لازم يبقى في حجم حرك فعال من الانجاز. يعني كل اطر تطوير التعليم ما هوش روكت ساينس، كلنا عارفينها والعالم عملها. بس انا لو قررت اعملها كلها بالعرض في كل مصر مش هنجح.